هلا هون يعني ثلاث ارباع المحلات يعني ليش ما فتحوا؟ شو؟ مبين عنا جديدة هالمحلات، ليش ما فتحوا؟ لا هذا كان متضرر هذا، صلحوا المحلات اللي كانت فاتحة وينها؟ خلينا نحكي الله لا يسامح يلي عم يكب زبالة هنا، الله ينتقم منه فعلا. قلة ذوق، انه قلة ذوق ما بعرف يعني. المهم احترم حالك والجوار طيب ماشي، حسبنا الله ونعم الوكيل بكل شخص بضرب الجوار. بالجوار ولا بالجار؟ طب اوكي.